انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية بمحافظة الشرقية. وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود فعاليات المبادرة الرئيسية بمدينة الزقازيق، حيث أوضح أن المبادرة الرئاسية تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عاما فأكثر، وتأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن. تم تنسيق وعقد اجتماع موسع مع السادة مديرين المستشفيات ومديرين الإدارات. بعد الاجتماع بساعة مباشرة وتم وضع الآليات للتنفيذ، وبدأنا امبارح بالفعل تنفيذ ده خلاص من أول يعني منشأة أبو عمر، روسان، حسنية، مرورا بقى بكل المستشفيات لحد ما نخرج من محافظة الشرقية واحنا معديين على بلبيس.